وليس فقط بخيانة، شاركت فيها بجد، وشاركت فيها بالسحر، وشاركت فيها بالعرق، كلهم موجودون بين الآن. وقد كنت حريص أشد الحرص على أن تكون أول دعوات توزع إياها على هؤلاء الإخوة، لأنهم أحق وأكبر أن نحتفي بهم، لأنهم من صنعوا أولى مجاعات الثورة، صنعوا برنامج الثورة المنتخبة. قاموا ليس فقط بالكلام، وليس فقط بالمكافآت، وليس فقط بأن ينظروا إلى هذا وذاك، لا، كما نظر عقولهم وإخوانهم وشبابهم إلى ميدان التحرير، وصنعوا هذه الثورة بدمائهم وبأعينهم وبأصدعهم التي فقدوها في هذه الثورة. هؤلاء الإخوة في هذه الجالية صنعوا هذه الانتخابات، وصنعوا هذه الثورة أيضا بعرقهم وقوتهم ومشاركتهم وحرصهم على أن تكون هذه الانتخابات من أنفع الانتخابات التي مرت في الدول النصف العربية. تحية لكم، تحية لكم. الحمد لله، بعد عام من الثورة تحقق لدينا برنامج منتخب، وفي أيام قليلة قادمة سوف نلتحم أيضا مجلس الشورى، وفي الأيام التي تتبعها سوف نلتحم أول رئيس للجمهورية بانتخابات حرة نزيهة، وبعدها أو قبلها سوف نحتفل سويا بدستور جديد يصنعه أبناء الشعب الأحرار، لا تزوير ولا تزيير لإرادة شعب مصر بعد ذلك. لا يسعني إلا أن أشكر حكومة المملكة العربية السعودية جلالة الملك عبد الله خالد الحرمين المسؤولين السعوديين الذين ساهموا ايضا في نجاح هذه الانتخابات، وعملونا بكل صلاحيه التصويت الذي تبدوها حصار. بيحاولوا يجدوا اي وسيله او طاره لهدم هذه العلاقه الموجوده. انا بقول حقيقه، هذه العلاقه بدات منذ سيدنا ابراهيم عليه السلام. انتم احنا امس اخوان الشعب السعودي. والدم والدم هو أوثق عراق تربط بين شعوب أو أشخاص، ونحن لدينا صلة دم. تحية لهذه الصلة، ندعو الله سبحانه وتعالى في العام القادم أن نحتفل أيضا بمصر حرة قوية منتحرة، حكومتها مزدهرة، سياستها مستتبة، أمنها جاليتها سعيدة بالإيجاد الذي تحقق. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجيء العام القادم على المملكة العربية السعودية وهي دائما مزدهرة
دائما آمنة دائما مطمئنة وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله. للأسف، أنا أعرف أن الثورة المصرية أنا منها